قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ليش أنت أبو أحمد؟ لما أنا موجودة. ما عندك شنو؟ الحب. هذا هو الحب. وليست الحالة. بغيتي نجيلك الاخبار؟ لا خلي ماما تتفرج في المسلسل ديالها. بغيتي شنو رسمت؟ هبه نوضي نشري الحوايج. ماما انا دابا كنرسم. قلت لك نوضي نشري الحوايج. ابرز المواضيع التي سنستعرضها في هذه النشره ايضا. الملك يبحث مع اوباما في مرحله ما بعد الانسحاب، والرئيس الامريكي يحذر دولا اخرى. السلام عليكم. عبدو؟ خرج جيب العيالات باش يدوزو اتاي. وانا ما يمكنش نجي مسخسخ من الخدمة. شنو؟ صافي نمشي نجيب لك. يلا. مرحبا بكم العيالات. Bye.
عبدو عبدو شنو 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 خويا وصفيا شفت بكرة غير ستين غير خرجي العقل يا جميل الله يهديك واش حنا غنبقاو كل ليله قلق 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 اش وقع سير اش دار لك هاد كيفاش اش دار لي دار لك انت وياه واش انت ما كتسمعوش انا داري ما نلقى فيها راحتي لا بالليل ولا بالنهار اش بغيتي دابا نقجو نخرجو من عندكم نخرجو للزنقه ربي هذاك ومريض انا مالي شغلي واش انت ما كتفهمش ما كتحسش حتى ولات الدوايا اللي كيشرب ولات كتجيبي غمه في قلبي تا بنتي اللي ولدتها من كرشي ولا شاركها معايا وانا ولا تصطيتي انت زعما واش انت غدير عقلك بعقل دريه صغيره وداك راه جده عرفني على القرينه اللي ضربك وضربه سمعتي نهار الاول خديتك بوحدك ماشي حتى امو بيك شوف لي حل يا انا يا هو في الدار زاد عليك الحال الوالد بشوية ما بطل ان شاء الله غادي غبط انا ويكلم دينا في الصباح بكري عند واحد طبيب تما معروف يهضروا عليه الناس مزيان ان شاء الله ما يكون الخير اخ الله يرضي عليك الله يرضي عليك حاولت بشوية ناس حاولت ناس شوية والله الله يسبحك لخير ربا تنزليش لا ما تبكيش ظلام انت راه ما يكون الخير ان شاء الله غادي غير نمشيو نشوفو الطبيب وغادي نرجعو ليلة ان شاء الله ترجمة
الوالدين ديال الواليد الله يصبر عليها نهار تموت. يا ربي دير في توليه الخير يا ربي. سير البصل ديالي هو بوجتي. كملي. بوجتي كان بصل محارب كبير في الاندوشين. الفرنسيين كلهم كانوا كيعرفوا الشجاعة ديالو. مثلا هذا مش هزم المعركة. العدو كيهجم والطيارة تخير الصوت ديالها كيخلع والقرطاس خيط من السماء. وهذا بوجتي زايد بلاصتو ما يخاف ما يدش. سي طونو بلا ورجع فين هو الكلينيك؟ راهو واخا وليدي فهم انسى الساك تبدا المعركة. بوجتي كان كيقول لي الخلعة والسكاس هما اللي كيقتلو كثر من القرطاس. العسكري إلا ما كانش ثابت على بال إما يموت إما يحمق. بوجتي كان معاد النوع كانت نفسو حارة جاب العز بلادو حتى من بلاد الغربة. نسيت ما قلت لكم سميت بوجتي هي با حماد. بوجتي يقدر يكون بحال جدك أو جدو ولا جدو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ويردي عليك ولدي ما بانتكش واحد إردوز دازت من هنا. إردوز كي دايره الوالد هاد الإردوز؟ زرقاء. قبيلة بانت لي واحد الإردوز دايزة طايرة من قدام الكلينيك. ما هاديك هي علاش تقلب الوالد؟ لاباس الشريف. اشنو؟ سكر. اجي بنتي اجي دوقي. كيقول لي الوقت اللي كتحس فيها العالم كامل نساك يا الوقت اللي خاصك تبقى فيها ديما تاب. اجي بنتي اجي انا غادي نعطيك باش تري وحده اخرى.
ما عرفتش فين ودرت الفلوس. هاك يا بنتي. أرضي عليك. وانت الشريف الله يرحم بك الوالدين. اسمك الله. بشير. وانا ابو احمد. بنادم تبدل شي ما بقى كيعرف شي. الوقت تبدلات. الوقت ما تبدلاتش، بقى هي هي، غير الديكور اللي تبدل. الناس غير كتجري، كتفيق باش تخدم وتاكل. علاش كيجريو؟ علاش كيقلبو؟ الله اعلم. دار لي انت ماشي بهذه البلاد ياك. اوه وانت؟ انا اوه باينه. جابني ولدي هنا لعند الطبيب ومشى، ما عطوهش التلف ولا شوق عليه، الله اعلم. وعندو التليفون ديالك؟ انا ما عنديش تليفون. هو عندو التليفون؟ ايه النمرة ديالو هي عندي. هاي تسنى انا راجع لك. الو السلام عليكم يا سيدي. واش انت هو ولد بو احمد؟ يا سي واد الوالد، الوالد مسكين راه في غيبوبه، راه مكرف شويه. ولا بقى فيك سيرتي عندك لداركم، واش دخلك انت لهاد الشوقه كاع؟ فوق على بشر. هندرا ولدك اورزون خارج تغطيه. على مع من كنتي كتهضر؟ لا درت النمره غلط. مش ممكن نطلب ليك ضيف الله؟ واكل بعدا ولا مازال؟ لا مازال. ناكلو بعدا ويحل الله. فكرتي لي شي فلوس ما عرفت فين درتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبعني تبعني تبعني. كانت اشتخيت من السماء والسماء كلها برقورات، العدو كيهجم وبجد مخبي وسط طرشين، هز راسو هي تبلي بنت صغيرة كتبكي، القطط ضاعوا عليها من كل جهة، وبجد بلا ما يفكر نقز، قال ليه صوجان ديالو فين غادي؟ جاوبو غادي نعتقها، قال ليه انت احمق؟ قال ليه بجد لا انا ابو احمد مغربي حر. ومشى بجي اعتقها بلا ما يخاف لا من العدو لا من الموت. انا كل شيء على حساب المحل. الله يخلف عليكم سيدي. المرأة ماتت هذه 4 سنين، عندي 3 الولاد وبنت. الولاد ما في حالهمش، البنت زوينه ومسك عليها الله، وهي عاد من كنت جالس عندها واحد الرجل قبيح ما كيحشم ما كيراح اسمه جعفر، والعقل الله يجي. المشكل اللي عندي هي البنت عاقرة ما كتولدش، خفت عليها. واحد النهار سيدي درت في عقلي غادي ندوي انا وياه في السياسة. واش تيخشى؟ عرفتك جيتي تعاوني. شد ما تحشمش، عرفتك بغيتي تعاوني. عالغالية شوفي الله يرحمك فرقي بيني وبين باك. مالي شنو دار ليك؟ كيفاش ندير ليها عاوتاني؟ راه ما خلى بيا حتى زنقة في الشرق الاوسط. ما
ولي حلا مسطي راه كيضحك معاك. شكون بحالك منسك؟ شكون كيفاش منس معايا؟ راه مرضني. عرفتي شنو؟ راه ما كيسكتش من الهضره. عرفتي اش غديري؟ يمشي عند ولادو. جعفر راك عارفو ما كيرتاحش مع ولادو، عز عليه غير تيضحك معاك ويتونس معاك. شنو يرا ما خلاش نجلس في داري، ما بقيت نقدر نرتاح. هاكي غير هنا ولا هو في الدار. ما جعفر ما جعفر واش قالي وقع لينا ومازال كضحك. با احمد واش ناو نبكي؟ نموتو بالفقصة؟ المهم المهم شوفنا فين نباتو هاد الليلة والله يجزيك بخير. مولاها ربي تبع الحمد لله. باجك زاد علي الحال باش تدورنا في كلينيك. سير نسي بلاصتك. هنا فين غنباتو؟ هاي 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 فين غادي ندير رمي؟ نقلبو فين نباتو؟ البيوت عامرين، إلا بغيت تباتو هنا لتحت 10 دراهم الواحد. الواحد؟ الواحد. عطيها السي البشير. هاكا سيدي أجينا. خلبصة هي كارطون على بنية راه من 10 دراهم ديال الفراش. شحال؟ 10 دراهم نتوما بيه. هاكا سيدي الفراش على بنية. اي جي احمد يا امك راهمنا شويه. لا يا امك يا امك يا سيد بشير. إيه؟ الفلوس اللي كنت كنقلب عليهم ها هما لقيتهم. صباح الخير. يا جابي يا لي ايش هاك Yeah.
شنو؟ شربوا بغيت نحس الله يرحم وليدي سي البشير واش سي البشير سي البشير فقرة نهار طلع فيك زيد نتشاركوا الطعام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دير معايا واحد السيد مرحبا بي يا سيدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ريحة الشفنج شدتني من الكفة ديالك هذاك الشيء اللي جيت عندكم أسيدي مرحبا بك زيد نتشاركوا الطعام بسم الله بسم الله بسم الله أي يا وليدي لا أصبحت لاباس الحمد لله هذيك العشبة اللي عطيتيني البارح بردات عليا الكحبة أصبحت لاباس اليوم الله يرضي عليك راه زيزون ما كيتكلم ما كيسمع شحال هذا هو مسكين بيناتنا وحتى حد ما كيعرف اصلا من فصلو من الصباح كتلقاه تيجري ويعجن ويخبز ويطيب باش يوجد الحلويات للدراري الصغار راه خصك تذوق بسم الله جيمر جيمر داري يا ولد الناس عالم الله اشلاحه هنا مسكين شكون عرف المهم هو مكمش معنا مسكين بسم الله لا اسمح لي انا مريض في السكر لا غير شرب راه كل شيء مسس بسم الله وسيدي الله يرحم بيه الوالدين على هذا الفطور اسيدي بالصحه والراحه كتبان ليا واش نتوما برانيين في البلاد اييه ايوا سيدي مرحبا بكم مرحبا بكم الله يبارك فيك قول لي يا سيدي واش يمكن نخليو عندك السكان ديالنا السكان اييه مرحبا مرحبا سي البشير ويلا نمشيو تحنا ندبروا على راسنا قبل ما نخرجوا مشيو بعدا نبدلوا حويجاتنا ونتوكلوا على الله
عليكم يا سيدي. الله يخلف سيدي بالصحة والراحة. زدنا عليكم والو بالصحة والراحة. الله يخلف بالصحة والراحة سيدي. محمد اش تكون فورمة الصباح؟ لا لا بس هذيك العشبة اللي عطاني مجيمر وافقتني تعمل لك حبال قشات مزيان. اش غادي ندير هذا الصباح؟ تقلب على خدمة. لا لا اش حنا قادين على الخدمة يا ندير بيعة وشريا بحال اش ديتاي وبشحال يتقام هاد ديتاي؟ 4000 ريال بلاتي بلاتي أنت بسم الله بالله وعندك نضيعوا في هاد 4000 ريال. لا تخافش خوك حريفي استناني هنا. السلام عليكم. حضر بعض البلاكيات ديال الكارو ديال الديتاي. محمد أنت هاد الباكيه هادي القرو درهم وهادي كيتباع القرو درهم ونص. تبت معايا؟ فهمت فهمت فهمت. نتلاقاو في الساحه جمع الفنا ان شاء الله. والله المعين. اللهم امين. قرو 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 سيجاريت سيجاريت قرو قرو. المحل فين غادي نحلو ونقتاحو بيه؟ شريبة من وخا يلا صافي البرد صافي انت نعسي حيد الكورة ما جا كتبوا لي شغل داك النهار عاوتاني جيت كاش اخرى؟ لا صرت تفرج جميل 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 شوف انا غير مدرب خليني نشرب وليدي انا مريض وفيه السكر
السبيطة تا قلت لك شوما صاحب الراجل راك دباك خليه يشرب انت دخل سوق راسك دخل سوق راسك عاوني منك وتا كنت حشم صاحبي تا كنت حشم وانت اللي سير نوض سيدي نوض يلا نمشيو لشي قهوة ونشربو نوض هدوكو من واخا والله لا بقات فيك بالله اجا واخا توقع فيا اجا امك انا بالله أولا لساعة هاي المفل دي جميلة جميل 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 شفتك وجاني في يامي في يام اللي كنت صحيح في يام الحرب وفي يام لندوشين انا هذيك اللوحه اللي لحني يا تنشدو هو وسته بحالي ونديرهم في قطيب ونشويهم تبارك الله على عيرود بحمد مع الظهر نتلاقاو في الجامع ان شاء الله ان شاء الله قارو 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 شريف فين غادي انت رزق الله هادو ما تيشروش الطوطين يلا تحرك زيد راه عايشين على الكريدي هادو تنساها اخرى يلا زيد علاش كل شيء ولا فيه الشيكي واش انا خويا فيه الجدام علاش ملي كيشوفوا الضعيف كيقلوا منه ياك حنا كنا ولاد 9 شهور شري شي قرو اخويا واني راك نبره تقلب على شي خدمه قلت هنا في الطلبه قلب على شي خدمه Garro, 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 garro. ديال هاد الفندق انت مالك مالي جابك فوكادو ها والله يا امك امي بس بارك عليه اللي فيك فيه سير ولدي الله يرضي عليك الله يهني الله يهنيك هذاك الحكا تصور رب احمد قيت الخير في حلاقي قلت لي واش انت ترضى من اللي باك يكبر ويشرف وما بقى فيه ما يدار
يجي واحد يتكرفص عليه قال لي نمشي معك. كنتي تحضر ابو احمد، كنتي تحضر وتشوف بعينيك. السيد بشير انا ما نقدرش نشوف نضربه قدامي انا. محمد ريحه الشوا كاينه هنا. هنا هذا واحد الرزيق جابو الله. بسم الله. هذا الشوا عرفتي شحال بيني وبينه؟ قول بسم الله. بسم الله. يلا نبي كيك حب بلادي نشوف بلادي. اصبر واحد دقيقه. شوية شوية مشي تعشى معنا، تاكل تاكل معنا، تعشى نوض نوض يلا معنا حيدك شي نوض. زيد 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 بسم الله. راك حتى عمك بشير انا سحبك حتى اللي قلت كحب. الله كل 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 ما تحشمش رحمتك. شيك معنا الطعام؟ نوض مسامح كريم نوض. يلا 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 نوض نوض يلا يلا يلا. زيد يا وليدي زيد. يا مرحبا مرحبا وليدي زيد. قول بسم الله. خذ خذ ما عندك الخريطه خذ ما عندك خذ ما تقلقش وليدي. زيد شارك معنا الطعام. داكشي اللي وقع وقع. راه الشيطان الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك. الشيطان والحرام. وكل وكل ولدي كل كل تنتا كل تنتا. طحت عليا واحد الفكره. شنو هي؟ بقولها بحق. عندك تبلزها ولا شي حاجه؟ علاش ما نبداوش نديرو ديما نتفرضوا في الكاميله؟ اي فكره مزيانه. اش دار لك السيد؟ حاجه جميله جميله. اللي درتو انا معكم الحمد لله. شنو تاتا؟ ها ها ولدي ها غادي نديرو كاميله. فين نبداو ناكلو؟ كل واحد يعطي جطو. فهمني هذا مساء الخير.
رقية رقية بنيتي ما بيتش مني ما بيتش هنايا شحال سخونه الدرس هذه يا بنيتي نودي يلا نديك على الطبيب الحيد هذيك نودي زيدي سيدي زيد زيد السلام عليكم زيد سيدي يا بسم الله برك الدريه تما برك جلسي يا بنتي جلسي لا ماشي تما ماشي تما سيدي ماشي تما تبعيني يا بنتي تبعيني هانت كنديرهم هنايا باش نزيق الدراري الله شحال الدريه تبارك الله في عمرها تقريبا عندها واحد 6 سنين 6 سنين تبارك الله تبارك الله هانت يا بنيتي ما تخافيش هادشي راه غيدوز بحال شرب الماء حلي فمك المعلم المعلم ماشي تما عافاك الجهه اللي بالفوخه ياك هي ها هي بسم الله ابتسام ابتسام اويلي فين مشات هذيك ابتسام ابتسام عميتي لالي ما بنتلكش ابتسام بنتي لا بنيتي لا اويلي فين مشات هذي ما تخلعيش غادي تكون غير خارجه تلعب مع البنات في الزنقه ابا احمد ابا احمد اش كدير بنت رقيه هنا خلاتها ما بيتها بوحده شدتها الدرسه وديتها في سبيل الله حيت عليها لا انت ما عرفش ما جلاخه لا غادي دير لنا شي فضيحه نوض نوض يلا نوض 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 يا بنيتي يلا عند امك نوض نوض الله ابتسام فين ديتوها ما حشمتوش والله تندعيكم يا قلتها لك قلت لك هذه راه جلاخه ادعينا ما نحن درنا شي حاجه انا غادي ندي عند الطبيب ندير لا سيرتيفيكا ونشوف شنو درتو ليها وكوني تحشمي والسيد دار خير في سبيل الله داليك بنتك ودا على الطبيب حيد ليها الدرسه وتيسي راك تبان لينا بهذ الهضره هادي انت مالكاش الدرسه معاه سير سير يلا دي بنتك لا حول ولا قوه الا بالله خمسة ستة سبعة خمسة ستة قارو قارو قلت لك قارو صافي شنو؟ قلت لك قارو ما بقاش قارو هذا شنو؟ وبعدو من هاد الويل واش انتوما قدو؟ انت مالكش تفلسك وسكتنا ما بايعش سير بحالاتكم نعيط على البوليس يلا يلا درا ما تزعلش على محدا اخر انتوما لي اورزون أمدرا خلصوني شحال 750 درهم جافي 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 على هنا هنا باش تهلا لي في داك الحليق هذيك راه جبالك واش ما باقيش تفيقوا في الصباح خير شد
بركي 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 عجبك؟ مساء الخير عليكم، جيت باش نشترك معاكم الطعام. بسم الله. زيد يا بنتي القيم زيد. زيد شوية عليا انا. شوية عليك. بسم الله. الله. شكرا الله يجزاك بخير. يلا يلا سلام مع السيد. راكم تحركوا مع الرجل باش باكم تخزروا بعضياتكم. انت يلا زيد زيد دخلوا هنا. فين غادي تبداو تنعسوا؟ كاينين البلاكارات هنايا فين غادي تصطفوا حوايجكم. بحمد غادي تنعس هنا، البشير غتنعس ليه؟ لا سيدي انا غنعس هنا. بحال بحال سي البشير. شوف سيدي احنا نعسونا فين ما بغيتو، كاين مشكل. والكليمه فين هي؟ كليمه؟ ايه بغي يقول لك زعما الشراجم اللي كاينين مع البرد اللي كيدخل من هنا ومن هنا بحال عندنا كليمه. واخا ولا بابو؟ لا بابو يكون ولا ما يكونش لبابو. احنا تلميله ما كاينش اي وقت الصلاه غادي غنتيمو. السيدي كل شيء كاين، كاين لابابو كاين الدوش كاين كل الخير. والتلفزيون بشير تبعوني. كولور تبعوني. خليني تخرج بخير. ويلي كان بشير مع الشيطان. وشوف الناس هما قادين باش ما عطات. السلام عليكم السيدي. زيدوا دخلوا هذه القاعة فين غادي تبداو ترتاحوا. والتلفزيون كنسمع الصوت ديال التلفزيون. وييه غير وكان كاينين شي ناس هنا اللي عندهم السمع شويه ناقص. اسمح لي انا كنسمع مزيان، باغي نسمع الصوت ديال التلفزيون. سيدي ما تبقى لنا غير على خاطرك. المهم هاد القاعه غتبداو تاكلوا فيها. الفطور مع 8 الصباح، الغداء مع 12 ونص، العشاء مع 8 الليل. والكوتي؟ يا سيدي الكوتي كاين، ما تبقى لي غير على خاطرك مع الربعه د العشيه. حيت الكوتي عندي انا مهم. يا سيدي قلت لك ما تبقى غير على خاطرك. يلا زيدوا تبعوني. الا بغيتوا تصليوا الجماعه راه لهيك، حيت الماء مع الدوش كاين لهيك. دابا غادي تمشيو ترتاحوا مع راسكم وانا غادي نصيفط لكم باش تبدلوا حوايجكم. الله يبارك فيك يا سيدي. والله الا هاد الجمعيه لا زوينه.
باقي كاينين المحسنين في الدنيا الحمد لله. لا كون سعبتيني يا ابو احمد نبداو نخرجوا بالنهار ونجيو نباتوا هنا بالليل. الحمد لله وشكره وتبت شويه سي البشير الله يهديك. ياك دابا اش غادي نديرو؟ انا عيان انا بغيت غنعس. ياك واخا انا غنمشي نتفرج شويه في التلفزيون ولكن راه ما عقلتش منين دزنا. حتى سير مهنة طول ودور على يدك اليسر. واخا ونتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم. وهو ما يجعل أي محاولة للانتفاع على الانتفاع مستمسكا للمجلس لإصدار قرارات جديدة قد لا تخلو من إجراءات عقابية. أهلا مزوين الجزيرة. إيش كدير؟ التخربيق هادي. شوف أشاش التخربيق أنا ما كتعجبنيش الكرة ما كنبغيش هادشي كله كاع كله كاع. شوف شوف باغي تفوز تبحي الكل باغي نشوف خذ الصباع سيدي راه باغي ندير فيك شرعي بدي وي حد جدك شوف واش انت باغي تفرج بوحدو؟ بغي نشوف القهوده طلق لهنا غاتفرج لهنا انتنا هو كان قروده لا كوره متصلي الدور راه ودن ها هي لما نجيب لك البوكسور بزاف بوكسور شنو يجي ربحتك اما ربحتيني اشترى الزهر اللي ربحك عطيني ديري قرنت ديالي كنت تلعب معاك دوك القرنت ديالي لا سير اي حاجه كانت ما تحيدي شقيقه والسلام السلام عليكم ياك ما نعاونك شي شويه في شي ديكاج نعم ديكاج امال مالا هذاك راه شويه ناقص عقل دابا يفوتو الحال هذاك هو الاستاذ عبد الحق ولد حي المحمدي حياته هي الكتبه والقرايه مع السبعه ونص نيشان كيمشي يفطر ثمانيه كيرجع لقرايته مع العشره قد قد كيجمع ليه الخوت وكيبقى يعاود لهم داك الخريف ديال التاريخ والخوت كيبقى بحال اللي مفهمهم فيه ماشي هو عزيز عليا كيقول شي كلام مزيان بعض المرات لكن بعض المرات كيبقى يخربق واش الرجاله اللي دوزوا الحرب ديال الاندوشين بحال هذوك اللي غير قراو عليها وسمعوا عليها وهذا هذو اللي الحلوف حلوف واحد النهار تصبح هنايا ما عرفت منين جا ما كنحملوش فين ما نجي نعاود لهم على الحرب ديال الاندوشين كيوقفوا قدامي ما كيخليش نكمل شي نهار اما بيه ولا بيه وهذاك هذاك جابوا ولادو لاحوا هنا وخلوه ما عمرو بقاو زارو ديما مقابل هذاك البوطو وتيبقى يقمقم بشويه كيغرق في السكوت اما هذا كان لاباس عليه بسبب الورث خدوا ليه ولادو وسطوه وجاو لاحوه هنايا الله يستر اما انت داك الحلوف حسابي معك وين الاخر تغطي ليا مع راسك باش تسخني وتنوضي ما عرفتش اخويا كيفاش داري حتى لقى المرا بحالك ايوا شحال عندي من لوسه غير وحده الضحكه على فريده اي 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 مالي ليا اختي ايوا الحمد لله اللي لقيتي مرا بحال هادي فرحه بحال با
بغيتو حس السي البشير. صافي سكت الغالية والله يتحشتو بالتبرزيت ديالو. صافي قلت لك سكت. صافي الحبيبة صافي كل عيد كنشوف با ما تبكيش واش عندك شي عقل اللي ما تكسبوش انت؟ مالي سير كنغزز في الحيط ولا كنتنفس على عباد الله؟ وهادشي اللي كدير فيه انت السي البشير راه كثار من تغزاز الحيوط. قارو قارو واش عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ كنترزق الله. ترزق الله واش هادو بقى اليوم على القارو؟ هادو راه يبرموك حتى ويكميوك. وصافي صافي اسيدي غنشوف هذاك القارو عندك هنا وطالع نشوف القارو. اهو اطلق القارو عندك طابا جون؟ ايه الودر كيكملها طابا نوار. عندك الوقيت؟ لا بريكا؟ لا لا عدي هاي هاي نزيدك. هذو راه كيبغيو القارو شاعل من ديبار. نزيدك حاجه اخرى، هذو اللي باغي تبيع لهم حتى القارو راه السنس ما يكسبوش وغادي يصدعوك عا بالكريدي. عندك كارني ديال الكريدي؟ لا لا سير بدل ساعة أخرى. قارو قلت لك بدل ساعة أخرى وما تبقاش تعاود ليا. قارو قارو كتسمع ولا ما كتسمعش؟ خلصني بالقارو اللي ختي ونمشي بحالي. قارو؟ إيه ها هو القارو شتي؟ ها القارو بدل ساعة أخرى بدل ساعة أخرى. قارو قارو رجع الوقفة انت وانت راك فيها في الارض. نو انت تقعد يلا يلا زيد شوية ما كاين ما يزيدك زيد مع الطريق. ساجين اعطونا شد الماكلة هاتي أسي البشير قلي باش معطى الله. لا واسد لا واسد ماشي معقول هاتش. شنو اللي ماشي معقول أسي البشير؟ الماكلة ماكلة وداكشي اللي كيعطيونا المحسنين راه كنفرقوا عليكم. أسيدي الله يجازيكم بخير انتوما والمحسنين. اسمع أسي البشير إلا ما عجبك حال كيف دخلتي النهار الاول راه ممكن تخرج. لا 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 الله يسامح الله يسامح. تقول بسم الله سي بشير هذا السيد هذا راه واعر خصنا نعطيه اتساع ونبعدو منه. هذاك خليه لي انا هذاك. شوف الله يرحم لك الوالدي احنا ما قادرين على صداع ما باغين نضرب عافاك. شو الناس مساكن داروا فيهم الرعب؟ إذا خلت عليكم والله إلا ما خلينا نشربوا شبانية الحريرة في خاطرنا. أنا جاي هنا بغي غير ناكل ونشربوا الناس. الله يخليك كل كل ما واكلش.
نكذب على مولبا. اسمحوا الخدمة وتخص ما كاين مشكل كي داير لاباس بخير؟ لا لا الحاج بخير لاباس عليك وإذا ظريفين الله يرضي. ما تعرفي الوليدات هنا ندوز معكم واحد ثلاث أيام ولا أربع أيام. مرحبا كيف مرحبا بك مرحبا الحاج دار دارك مرحبا بك. بارك الله فيك شكرا بارك الله شكرا. غادي نمشي نسلم الله يستر. حتى ما دوزت حبل ديال الاندوشين انت شفت صور هذا الكولونيل دانيال لا ما فيهاش انت دوزت حبل الاندوشين معلوم أنا غادي نكذب عليك حاشا حاشا يا الله هادو أبطال رجال داك كنعقل واحد العشية كنا مخشين في الدروش ودنك ما كتسمع غير السكات وعينك ما كتقشع غير الليل كلشي كان مخلوع كلشي شادة الخلع وكلشي كيكون يا ربي غير تبدا لاباطاي دابا حنايا كنا كنسنا العدو هجم والعدو كان كيسنانا حنا نهجمو وما حدنا كنتسناو والليل كيتجبد كيطوحان والخلعة كتكتر اللي بان في سروالو بان واللي دارا في سروالو دارا واللي شداتو البكية واللي تفكر وليداتو واللي تفكر مرتو واللي جات الحماقية جاتو بدات كيهضر غير بوحدو واحد شوية وسط هداك السكوت كتحس بيها جاية دار عاوتاني دقاش علي دقاش اليوم غادي يغنى بك بقى خويا جلوس هنا نجمع حوايجنا ونمشي في حالنا هي الاولى يلا فين الخبرة غبرتوا علينا خلي على الله وصف الله توحشناكم احنا توحشناكم هلا سلمك ابو احمد هلا سلمك تباشر الله يسلمكم قولوا لنا فين كنتوا كنت انا ابو احمد كنت رزق الله في جامع الفنا جاوا شي خوت شدونا ودونا لدار العجزة ولا لا وريها لشي مسلم يا تمحنتو تمحنتو بزاف بهدي كيبيع الماء مسكين هذا الماء ايوا دابا راه دير كلشي دخلوا لنا من الروبينيات واش يسحب لك هذا خدام مع المغاربه ومع من خدام مع واحد الالماني الماني كتعرف الالمانيه هو كيفهم في العربيه قول لي بهدي نعم واش بعدا عندك شي وليدات؟ إيه شتي عندي عندي واحد مهندس في باريس والكبيرة عمدة في هولندا والصغيرة فيهم في الأمريكان كيف ديال داكشي ديال البورصة وهادشي كله عندكم واش جالس كدير هنا؟ الكريرسة ما غادي نتفرق معاها إلا حتى إلا وصلتني للقبر أنا بنيتي واحد المعلقة الله يعطيك الصحة الصحة والراحة قولي يا بني شرقية ديريش مني قلت الصواب علاش ما ديريش واحد مزية تبدأ تفيقي في الصباح بكري وتبيعي شي برمادية الحريرة ولا جوج مع البيض مسلوق
ابو احمد عنده الصح، والله الا عنده الصح، عنده الصح. ايوا كنت غنديرها ابو احمد، كون درتها قبل ما نشد لا ليسونس. لا ليسونس؟ وي اون دووا فرونسي. اه لا ليسونس. سي البشير راه ما غنبداش نبكي ونشكي ونقول لك الظروف والعائله، انا راه بحالي بحال بزاف ديال البنات اللي جاوا لهاد المدينه باش يقراو ولقاو راسهم وحلات في هاد البيعه والشريا. لا لا رقيه، واش مده هادي وانت كتكمي شويه؟ علاش؟ لا غير بغيت نوريك واحد الكميه ديال واحد جوج ديال الناس، يعني جينيرال فرانكو وعباس بنو فرناس. اه يا هي 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 غير هو جنرال فرانكو كان كيحيد الفيلتر، وعباس بنو فرناس عمرو ما كما كاع. لا لا رقية إلا سمحتي لي، بما أنك قارية وعندك ليسانس وعطاك الله العلم، علاش ما نديروش واحد المدرسة هنا نجمعوا فيها البنيات والوليدات ديال الحومة، وداك العلم اللي عطاك الله تعاونيهم به. ابو احمد عنده الصح، والله الا عنده الصح. انا غادي ندور على الكليان ديالي كلهم ونجمع الوليدات اللي باغيين يقراو ونجيبهم لك. الصبور انا اللي غادي نشريها، والله حتى نشريها، نشريها علاش نشريها، والله حتى نشريها. وانا والمجمر الكراسة على حسابنا. سي البشير ايوا انا وياك. انت حل عينيك. نعم سيدي، شوف الناس اش بغات وراك غادي تلقاها، غادي تلقاها. معلوم. الله يجعلها تكون ديال الخير. لا اله الا الله. يا الجاري علي درهم وباكيت ماركيز. شوف غادي نعطيك باكيه ماركيز و20 درهم. انا يلا بديت صافي معلم. ما ايوا لا كنا كانت خاسره. طلع انا رقبتي لا خدامه مزيان. شوف انا ما نعطي فلوس حتى نجربوها ان شاء الله. الله يحبك خدمو عند الله بالي واش يرش. يلا والله الا برنامج زين هذا. ماشي عندي واحد الفكرة. شنو هي الفكرة سي بشير؟ شنو ندوزو في هذا البرنامج؟ يا واش غادي تقول لهم؟ غادي نقول لهم ولادنا لاحونا والخيرية ما كرمتناش، إوا الزنقة هي اللي بقينا فيها الخير. وسي البشير هانتوما معنا دابا ما خاصكم خير، وحنا الحمد لله ومع عائلتكم. بارك الله فيكم ألالة، ولكن راه حنا خصنا نفضحوهم. وسي البشير أنت عزيز قدامنا وحنا نجمعوك. يلا سيدي بسم الله سيدي. يلا بسم الله. هذا بنت زيدي زيدي ابتسام. مدرسة تبارك الله. ها البنية ديالها تبارك الله تبارك الله. اليوم غادي نتاكل الحلوة اللي طيبتها بنتي هبة بيديها. هاي هاي ويوا تولي بحال شي مويشة بنتي. أنا تبارك الله غتولي فنانة. المعلمة اللي كتقرا عندها في المدرسة قالت لي كترسم شي رسوم من داك الشهر فيه. مش داش الحاج ملي كتعاود الحجاية. ويلي 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 عاودي لهم حبيبة ديالي شي قصة عاودي. بغيت نعاود لكم القصة ديال واحد الراجل اللي عايش وحده في الغابة، هو مراته وباه. هاد مراته كانت زوينة، ولكن الحاجة اللي خايبة فيها هي ما كتحملش ليه باه. وهو كان زوين، ولكن الحاجة اللي خايبة فيه هو ما كيقدر يقول قدام مرته والو.
قالت لي إلا بيتي نبقاو عايشين بسعادة خاص باك ما يبقاش معنا. خاص الصباح وضرب باه في السلة وعجز فوق دارو وصل بيه الجبل وبقى غادي 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 وعيا والطريق مازال بعيدة. واحد الوقت قال لي باه زني أولدي هنا وسير في حالك. قال لي ما عندكش رجلين باش ترجع. قال لي حطني هنا ودي معك السلة. قال لي باه عام عمرنا ما عاودت لك واحد السير. انت الشاو نجيب لكم العشاء. مرحبا بكم. بارك الله عاش دار داركم. بارك الله فيكم. بابا نكمل لك القصة. قلنا لك انت الشاو من بعد في بيتي من بعد سير خبرنا الحاجة. بسم الله يلا بسم الله. من بعد أيكون فات الفوت. نوزة بابا نوزي سرعوني ماماك سير سرع بابا خديتك. لا قبل أبو أحمد شد أنا سلمتك أننا ما شديهنا البنان والبستاس والشكولات والفريز. أنا ما شدي شي حاجة سبيسيال تهي بعشا دريال وكان حاجة مليحة بدرهم. واشو بسيدي غادي تعطيني شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا وأنا غادي نمشي نترزق الله وانت ادعي معايا الله يجازيك بخير. هاي استنى انا سيدي ما كلامش يا ربي. هاي استنى بسم الله سيدي. اسمح لي بزاف او لو غلاسي لا باني او لو غلاسي لا باني قولو قالوا راه ما عمرني ما عاودت لك واحد السر. هذيك هي السله اللي لحت فيها جدك. B B C C D D E E F خالية يلا واحد فيكم أميمة لا خليك نقلبوا على سي البشير. يا سي البشير ساكن هنا. يا سي البشير سي البشير سي البشير. حاضر. أهلا سي البشير. لا 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 باس معك ناس التلفازة. مرحبا التلفازة ديالنا. مرحبا احنا جينا كما اتفقنا باش نصوروكم فين عايشين وكيفاش عايشين. مرحبا تفضلوا تبعوني. بحمد. أهلا بحمد. مرحبا. هنا فين كان باتوا انا وبو احمد وكان خلصوا 10 دراهم الواحد لليله فوق هذا الكارتون هذا. هنا لا اول مره كان شارك الطعام انا وبو احمد في هذه القهوه ديال الدراوس. وهذه هي الشجيره فين كان نرتاحوا انا وبو احمد ملي كنبغيو نتصنتوا لعظيماتنا. ديما تجيو هنا. هي لا في هذه الساحه فين كنترزقوا الله انا وبو احمد. دابا حنا سالينا هنا غدا نتصل بولادكم ومن بعد غدا نتصل بكم باش تجيو تصوروا معنا في الدار البيضاء. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. دابا السلام. ايوا ان شاء الله. كيف دينا نعدو من الامانه نكرمو بعضياتنا ونجمعو معنا وعلى القيام صوبا الحمد لله. يقول لك مزيان هادي والله يخلف على الناس ديال التلفازه. اشنو باقي درتو معاهم؟ وسيدي الاتفاقيه اللي درنا هما غادي يحدوا واحد النهار اللي غادي يستدعونا نمشيو نصوروا عندهم في التلفزيون. مزيان ما تنساوش تقولوا لهم الناس راه محنا. انا راه ملي جيو
انا نعاود ليهم كلشي ما نخبي والو. يلا سمعت يلا سيدي لا كولا 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 بسم الله حبدو اشك الناس مين نجيب هاد الناس هاد الكشكين واش هذيك العائله دي هذيك عائلتك انت عائلتك ما قطعكش من مش داروا ليك باق براسو شاهد قالك البرك معاكم ضيف النبي 3 ايام هما بالك عندنا 10 ايام الورا ديري الدار انا بحال الفندق الا تهبطات كطير ما كنغير غير 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 بنتك ما بقاش كتلقى راحتها هنا في الدار عبدو بدات كتكثر فيك الهضره ياك ما بغيتيني نجري على والديا لا شنو قلت لك جري عليهم انا قلت خاصك تهضري معاهم شويه بادب قول لهم راه جيت هو خدام وكيجي مسكين عيان كيبغي يرتاح وكنبغيو نرتاحوا مع بعضياتنا انا باغي نبرك معاك انا شويه قولي لهم بحال هكا شوفاه عندك يجيب لك الظهر انا غادي نفرط في والديا على قبلك سمعتي امي وبا اعز ما عندي ولا فكرتي في شي حاجه اخرى راه كتحلم شكدك ضحك فيا ما عرفش علاش داك الضربه ما قدرتش نجاوبك كي جاوبتيني دابا ما سمعتش كلامك مشيت على با شحال في عمرك؟ إيه لا كتهضر أكثر من السن ديالك تبارك الله عليك بابا ما يعرفش فين تيسكن باجتي أنا عارفة فين كيسكن ولكن ما غنقولها لكش حتى نتلاقى بكم ومن بعد نمشيو جميع باش نصور أول لقاء مع باجتي واخا متفقين؟ صافي دابا نقولها ليه يلا باي باي لكم بسلامة باستا باباني أولو غلاسي فاس مرحبا الوالدين أخويا هذا هو الفندق اللي كيسكن فيه با جدي با جدي با جدي با جدي مات با جدي با جدي با جدي با جدي با جدي شوف الواليد الواليد ما حشمتيش حتى مات عجيب اش تشوفو وملي اتصلتك في التليفون وقلت لك باك في غيبوبه قلت لي الا بقى فيك تكلف به تانيت نسيتي اسمع اسي هادو ما عائلتو هادو ما فاميلتو وهما عارفين اش خاص يدار انا عارف ما عطوني بنت فين والله انا شفتي واحد طيح روح مسعود هادي في شي بحالته اش بغيتي ودك راه امك ودك يلا سيدي يلا بسم الله
المتين أخوها الحكيمين كانوا مسلمين على صور مستقيم تنزيل عزيز رحيم هذه هي النهاية ديال البطل ديالي تمنيت لقى لكم شي نهاية سعيدة بحال في جميع القصص اللي كيعاودوا الناس ولكن القصة ديالي ماشي خيالية والبطل ديالي بطل ديال بصح هادشي علاش غادي نخليها هكذا باش تيمات بحال جميع الأبطال الحقيقيين اللي تنساو